السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم هنشوف ازاي ننشئ كانون بول او كرة مدفع. هننشئ اول حاجة، هنبدأ بايكوسفير، هيكون الليفل 4. بعد كده هنضيف هنا شاشة نيو سكرين، هتكون ديت شيدر ايتر، هنسمي دي كانون. بعد كده هنضيف بامب. طيب بالنسبة لي البيز كولر هيكون بهذا اللون. الروفنس وليكن 0.6. هنضيف بعد كده بعد كده هنضيف بامب ونورمال وكالر تو وايت. النتيجة عندنا تكون بهذا الشكل. طيب دي النتيجة عندنا. الديتيل هيكون وليكن 15. هنعمل هنا انفيرت او فليب، الابيض هيكون على اليسار، ونحرك هنا الابيض هكذا، ونغير اللون الابيض الى جراي بحيث نقلل الاسترنس. طيب ده كده معقول. هنعمل هنا نكرر الكلام ده كده فوق، وهنضيف ماس. هنضيف هنا الماس، نضيف هنا كلر، او ممكن ميكس ار جي بي، اد الكلر في الاي، الكلر في البي، والريزلت هتكون في الهايت. طيب هنغير هنا بقى الفوق، ممكن نغير السكيل وليكن 7. ممكن اغير اللي فوق هكذا ونزود اللون. فاحنا بنغير الباترن اللي فوق غير اللي تحت، وده كده عبارة عن النتيجة النهائية للكانون بول. هسيب لينك الملف في الوصف. وده كان عبارة عن ملخص درس اليوم من دروس الماتيريال في بلندر.